ده أذان المغرب؟ مغرب يا أخي ما تعصت مين؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا المرحوم المرحوم تولع. عادل معلش انا خبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله وبالعكس انا كان نفسي اجي الترب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حسب. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيو بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل، باي باي. ايه القلب جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا اللي كان جابني. ايه ده حاج كرم، انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكر احنا، انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. ها خالو. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. يا حبيبي يا خالو. ده تقيل قوي. طبعا انت فطرت من غيري يا نبس. لا لا لسه. حقيقي حقيقي الخال والد. انا ما هنش عليا ان انت تفطر اول يوم في رمضان لوحدك. قلت اجي افطر معاك. احنا مالناش غير بعض يا ابني. حبيبي يا خالو دي صينية ايه دي؟ ها؟ دي دي بطاطس بالفراخ. ما قلتليش. عملت ايه مع البنت؟ ما قلتلهاش بقى ان انا مجدي عشان ما تطفش يا خال. امسك. انا اروح ايه اغسل وادفن ويجي الاستاذ مجدي يخش الجنة على الجاهز. خالو انت نسيت تقفل الباب. قوم اقفله. ما يتحرق الباب ان شاء الله. ما اتقفل ولا اتفتح. قوم بقى اقفله. تعبان بدل ما تدخل. انا تعبان، ده لسان صينيه لما اتقطع قلبي. الله. طب ما انا جبت الاطباق يا خالو والشوكه والمعاد. طب الطبق ده كان معقول كده عدلته انا. سيبني في حالي بس. خلاص خلاص خليها خليها خليها، ما تضطرش حتى تفتحه وانت نازل. الو عادل، انا في التجمع الخامس، ممكن تيجي توصلني لاكتوبر؟ اوكي دينا حاضر ماشي. عادل ممكن تيجي معايا دلوقتي نجدد كارنيهات النادي؟ الو عادل عادل، الرقم الذي طلبته صائم، برجاء الاتصال بعد الإفطار أو بعد العيد. إيه؟ بعد العيد. عادل عادل معلش يا عادل، ده آخر محل أنا تعبتك معايا وأنت صايم. لا تمام، أنا لا جعان ولا عطشان، بعدين ده أنا خدوم جدا جدا. أنت طيب قوي يا عادل، أنت عارف؟ اللي زيك خلصوا من زمان. وكمان خلصوا من زمان. فين اللي إيه بتدوري على إيه بس قولي له أنا ساعدك. مقاساتك أهي. مقاساتي؟ ايه رأيك في ده؟ ده ايه ده؟ عشان ايه؟ عشانك. ليه انا؟ هيبقى تحفة عليك. مرسي جدا يا دينا. العفو يا عادل. على ايه؟ قولي بقى انت 5 اكس ولا 6؟
حاجات وحاجات. طب خد ايدي على ما اجيلك. طب ايه مش هتجيبي بنطلون؟ حلو شكله كبير. ايه رايك في دي المجدي؟ عاديه زيه. دي حلوه قوي، خد بقى اديها له لما يرجع. سمول سمول سمول. بقى دي ليا ودي المجدي. ماشي ماشي يا دينا. نورتنا. ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جميل حاجه؟ اه هو تمام. هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجين. ممكن انا ما خدتش بالي، هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ اه. وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله، عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله هبقى اغسلها واديها له. ميرسي ميرسي. الله ده بتنجان مخلل، كان ما كنتش شايفه من عندي كده، افتكرته بلح. بس عارفه يا طن، عارفه يا طن، ايه واضح ان انت نسيتي تفرمي التوم. التوم كويس والله. بس معلش معلش. اه والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخا؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده ليه حاطه بيضه؟ ايه مش عاجبك؟ لا لا بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. اه عشان كده اكلت نصها بس. معلش يا عمته بالهنا والشفا. الله يهنيك. اه ورق العنب. عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني، انا قايمه اصلي المغرب لحسن بالشكل ده هتفوتني. هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي هاتي الدالي، هاتي الدالي على ابو ظبي. مين الدالي؟ اه سعد الدالي انت تعرفوش؟ انا سعد الدالي، انت مين؟ تعرفوش؟ معقوله؟ هتقولها هتقولها تشوف. ولا اقول لك استنى، هاتلها هاتلها مسلسل فيفي، مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايل دراما. ولا استني لا استني يا طن، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي، هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي السنه دي. دينا دينا هو هيفضل قاعد لحد امتى؟ الفجر قرب جدا. عن اذنك يا عادل. قد من هنا؟ قد من كده؟ معلش عشان ما تقطعيش بس. طب بسرعه بسرعه. ما تخليش عشان ال منور منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور؟ ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول، لان بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش ايه استطعمه. اهو حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه. ها يقولوا يا سلام على طبيخك يا حاجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حاجه. ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا ايه؟ انت زعلتي ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. Is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy's small dream. I'll 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 wake الخطوه اللي جايه هتفتح لك ابواب كتير قوي. ها؟ ان انتوا الاثنين يبقى في بينكم حاجات مشتركه. عرفها منين الحاجات المشتركه دي؟ عرفها منين؟ اه طب مش خرجت معاها كذا مره؟ اكيد فهمت دماغها يعني. يا ستي هي اما بتسمعني يا اما بتتكلم عن الزفت مجدي. مين ده اصلا؟ انا انا انت نسيتي ولا ايه؟ تشيرز. مع بعض كابل. اوكي طب اقول لك على حاجه. انت ممكن تلاقي معلومات عنها كتير قوي في الاكونت بتاعها في الفيسبوك. يا بنتي ليه؟ صح بس تصدقي تصدقي يا بنتي يا مي، انت فعلا فعلا بقى عندك خبره رهيبه في النت من كتر ما اتعلقتي. اتعلقت؟ اه شكرا شكرا. بيدو. ايه بيدو؟ ايه بيدو؟ جاي بيدو جاي بيدو مين؟ بيدو بيدو جاي بجد؟ بيدو جاي هو بيدو بيدو مين؟ يلا امسك دي صاحبي من على الفيسبوك.
يا بنت الايه ده انت صايعه الصياعه جايباه يا باني عشان ما اعرفش تاريخك القذر. تاريخك القذر. السلام عليكم. السلام عليكم. خد تعالى شنو شنو من وين هذا؟ خد يا ورع. خد ايه من زياد بطران بطران بطران. ده انت ضايعه. هي دي؟ اه يا خالو هي دي. آه. كان عندها عشان ابويا صغيره. مش راجل تخيل واقف جنبها ده. اكتب يا خالو اكتب اكتب يا عيني. اكتب الحكمه المفضله اللي هي بتحبها. حكمه مفضله القليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. يا سيدي يا سيدي. خش بقى خش 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 على الاكلات المفضله اللي هي بتحبها. يلا يلا يلا. بص يا سيدي بتحب ايه؟ ايوه بتحب تاكل حنيزه ومفش والجريش والعصيده واللحم المقلقل. تاكل حشرات دي ولا ايه؟ حشرات ايه يا راجل انت بتتضايقنا ليه؟ ده انت جريت ريقنا على اللحم المقلقل ده. انت بتشتغلني صح؟ ده لحم المقلقل ده في المنطقه العربيه والخليج نار. اسمح بس بس شويه بس ابص انا اسف يعني. عادل اركن اركن وتعالى يا حسين بسرعه. عادل مين مين؟ انا دينا. ايه ده دينا؟ ايه ده؟ ازيك يا عادل عامل ايه؟ ازيك يا دينا؟ ايه الصدفه اللي مش مقصوده دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتعملي ايه هنا؟ انا بعمل ماجستير. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بقى متعود اجي هنا. انا على طول هنا بقاش هم قاعدين اصحابي وكده. بليز قول لابن عمك ان انا زعلانه منه جدا. ازاي ما كلمنيش كل ده؟ هو مجدي كده. هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شويه. طبعا عن اذنك يا عادل انا اتاخرت عن المحاضره بتاعتي. باي باي. طبعا طبعا انت عارفه يعني قليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. ايه ده؟ ايه ايه قلتها غلط؟ دي الحكمه المفضله عندي. لا حقيقي والله. واضح ان بيننا حاجات مشتركه كتير. تقريبا. طيب بقول لك ايه؟ ايه رايك بعد ما تخلصي المحاضره والجامعه نخرج ناكل او حاجه؟ اوكي ما عنديش مشكله. اخلص واكلمك على طول. اوكي. عادل معلش انا عندي سؤال. سوري معلش. لا ازاي اتفضلي. هو انت موقف الياقه كده ليه؟ بس انا بقالها كتير قاعده فقلت اما اوقفها شويه. معلش سوري اتاخرت عن حضرتي. وحشه ولا ايه؟ ناكل سوا. نروح فين؟ نروح فين؟ ساقيه لا سمك لا لا ايوه. الو مطعم انشراح؟ ايوه انشراح انا مجدي. بقول لك ايه ركزي معايا لو سمحتي. يا اهلا يا اهلا يا عادل بيه. هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ اوفر صح؟ شكرا يا شافعي شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي. دي ترابيزتي تيجي نقعد عليها يلا؟ لا نقعد هنا. هنا؟